كتير مش على التعاطف، انا ما بدي حدا يتعاطف معي على محبتكم الكبيره. بلا انا بحبها كتير كتير، والله يوفقها وخليها بصحتها وعليها أكتر وأكتر وأكتر، وتعيش كل حياتها عيشة سعيدة. والحمد لله على السلامة. اللي بحب كتير وجايين خصوصي من الولاد إيه لحتى نشوفك، والحمد لله على السلامة. يعني ما فيني عبر قدي بحبها كتير، بحبها كتير كتير قد البحر. اليوم جايين نحنا لحتى نتشكرها ولحتى نحييها على هالمبادرة الإنسانية اللي عملت فيها، واليوم إليسا رح تكون يمكن رمز للتوعية من مرض سرطان الثدي.